يزيل الزوائد من المواد الغذائية التي أكلها الجسم، وبعد التوكسينات وبعد التسممات التي تتراكم في الشحوم وفي الدهنيات داخل الجسم، فلما يصوم هذا الجسم فهو يرمي بهذه النفايات خارج هذا الجسم. وهذا المثل الذي ترونه أمامكم، أنا ما عمرني درت فيزيت ميديكال، ما عمرنيش طبيب، ما عمرش طبيب كتب لي وصفة غذائية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا أرى طبيبا حتى ألقاه. ما 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 يمكن نشوف طبيب. عندي التنظيم الغذائي ديالي كعبادة، الأكل كعبادة والصيام كعبادة، حتى الأكل ملي كتاكل راه عبادة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع قاعدة الأولى، شنو هي في الأكل؟ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هذه القول المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهداه المقوقص بغلة وجارية وعسل أبيض من مصر وطبيب. فالجارية هي ماريا القبطية، تزوجها كنجوجي أختها، أخذها الصحابي الجليل، إنما هذه أسلمت قبل أن تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني غير الصدق ديال الصحابة اللي جينا جعلت أن هذاك الإسلام، أن الإيمان والنور ديال الإسلام تسرب إلى قلبها. وهذه البغلة كان يركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذها مطية. إنما الطبيب قبل خدمة ريح رجع عند رسول قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت فيكم شهرا فلم يأتيني أحد. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هذه الألمانيين كاتبين على واحد المسجد واحد المستشفى في ألمانيا، كاتبين عليه هذا الحديث، هذا يعني القاعدة الذهبية ديال النظام الغذائي. وحتى إذا الإنسان أفرط أو يعني الشهوة ديال جراته أو أكل كثير ولا كثرة العرادات بحال في العراس في الصيف، ما يقدرش يقول شي انسان لا ويحلف عليه يقول ولا تاكل، فيصوم الى شي نهار غرقها، يصوم بعد على الاقل باش يخليه توازن ديال الجسم ديالو ويحافظ عليه. لان الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. لماذا؟ لان يوم الاثنين هو شنو هو؟ هو يوم الخميس، هذا هما الايام التي تعرض فيهم الاعمال على الله سبحانه وتعالى، وكان يريد ان يعرض عمله على الله وهو صائم. فهذه يعني الدين، فالدين ما ناخذوش يعني ك بحال سبحان الله، ولا مخذ بحال الحزبية بحال نظرية يعني كنتبناه واحد حد الدين رأى. لا، الدين يجب أن يعيش مع الشخص. ما شنو هو الدين؟ من اللي تفيق مع الصباح وانت تستحضر الله سبحانه وتعالى حتى تنام، هذا هو الدين. سهلة، وأنك إذا استحضرت الله سبحانه وتعالى وإذا ذكرته من اليقظة ديالك حتى تنام فلا يمكن أن تزيل، لا يمكن. يعني وقت الصلاة صلاة، وقت النهار كله يدوز تقوى الله، اللي قدرتي تساعد تساعد، العمل ديالك تخلص فيه سميتو عليه، طيب من القول مسائل غادي اليوم ديالك غادي يدوز بسلام.